أخبار اليوم. احنا بتوع المنطقه الثامنه يا جدعان، لازم نصور مع الاورشلايز. اول واضح البلد كلها، البلد كلها، نروح البلد كلها. سعيد 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 موضوع مش موضوع، مش مشكله. عندنا التشغيل، تشغيل الشباب ده، عندنا الاسكان، عندنا الصحه، موضوعات كبيره لازم تتحل بالتوازن مش بالتوالي. الموضوعات دي لازم نحلها في نفس التوقيت. اولا تشغيل الشباب، ثاني حاجه الاسكان، الصحه اللي كل الناس تتعلم منها، كل الناس يعني حقها ان هي تتعالج في بورسعيد علاج محترم، تاخد يعني قيمتها كبني ادم. ما ينفعش نبهدل المرضى، نسافرهم دمياط ولا اسكندريه ولا القاهره، ولا نسافرهم المنصوره عشان يتعالجوا. لازم يكون هنا علاج محترم في محافظه بورسعيد. كل شاب لازم بالنسبه للسعف يا دكتور.